مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان. مع حضراتكم من محافظة الشرقية، احنا تحديدا موجودين داخل مؤسسة اطعام زواد او مطبخ زواد الخيري الموجود داخل مدينة الزقازيق. مطبخ زواد زي ما حضراتكم شايفين خلية نحل شغال عليه. كل اللي حضراتكم شايفينهم قدام حضراتكم دول كلهم متطوعين قرروا ان هم يشتغلوا في عمل الخير من داخل مطبخ زواد. مطبخ زواد بدأت فكرته من حوالي 2015. المطبخ يعني بيلاقي دعم كتير او دعم كبير جدا من اهالي مدينة الزقازيق هنا في محافظة الشرقية بسبب الخير الكبير اللي هو بيعمله او القائم عليه المطبخ خلال هذه السنوات الماضية. يعني كل سنة تقريبا بيزيد عدد التقديم الخير اللي بيقدمه المطبخ، كل سنة تقريبا بيزيد، مش هقول لكم كمان بيزيد في عدد الوجبات بس او في تقديم الخير او المساعدات العينية وغيرها، لا كمان ده بيزيد في كمان في تقديم كل شيء، سواء مثلا الاسر المحتاجة او الاسر اللي هي محتاجة مثلا تجهيز عرائس او مثلا تقديم مساعدات للطلبة المغتربين. كمان المطبخ هنا بيقدم وجبات يوميا، مش هنقول 100 وجبة ولا عشرات الوجبات، لا آلاف الوجبات اللي بتصل لحوالي 6000 وجبة غذائية، منهم 2500 وجبة بيتم توزيعهم على القرى، وكمان 4000 وجبة بيتم تقديمهم على المغتربين، وكمان على مائدة رحمان زواد الموجودة هنا داخل مدينة الزقازيق. زي ما حضراتكم شايفين خلية نحل من الشباب المتطوعين كلهم شغالين هنا في مطبخ زواد علشان يقدموا الوجبات الإطعام للصائمين. كمان هنعرف دلوقتي من أستاذ أحمد المسلماني مؤسس زواد يعني كل الخدمات اللي هي بتتقدم هنا داخل المطبخ. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذتنا. الله يحفظك يا رب، ازي حضرتك عاملة إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم آمين. بيحصل فرحة والله، بيحصل حاجة جميلة قوي. اهلا بيكم في مطبخ زواد الخير، مطبخ سوزان الخير زي ما نحب الناس بتقوله. احنا النهارده 24 رمضان 23444. النهارده السنه السابعه على التوالي لمطبخ زواد. احنا بنشتغل يوميا في مطبخ زواد، اللهم لك الحمد والشكر، 2500 وجبه يوميا. عندنا برامج كتير في مطبخ زواد، مش على قد مكان بنوزع فيه، لا عندنا مشاريع كتير في المطبخ وعندنا برامج المطبخ بيستهدفها. اولى اهداف المطبخ ان احنا بنتكفل بالحالات اللي موجوده يوميا كلها في زواد، افطار صائم طوال الشهر بفضل الله تعالى، ودوت بيبقى من 850 ل 1000 وجبه يوميا دول ثابتين. وفي عندنا 30 قريه بنستهدفهم طوال الشهر، قرى مختلفه من اطراف الشرقيه وهي الاشد فقرا واحتياجا، 30 قريه بنستهدفهم كل يوم، بنبعت لقريه ب 300 وجبه يوميا. تمام، ده بخلال شهر رمضان، ده انا بتكلم على افطار صائم في شهر رمضان. تمام كده، يعني حوالي كم وجبه بيتم دعم؟ 330 دي للقرى الغير قادره او القرى البعيده، القرى اللي يعني عندها فقر شديد او الكلام ده كله. تمام كده، نعم، على مدار شهر، نعم، نفس الفئات. في عندنا مشروع تاني الا وهو توزيع الجمعيات، ان في جمعيات فقيره برضو، ومش فقيره بمعنى فقيره، بس هم ما عندهمش مطابخ، هم بيشتغلوا بس في حاجات تانية، بيشتغلوا مثلا في اسقف، او ممكن يكونوا بيشتغلوا في مثلا في وصلات، بيشتغلوا في زكاه، بيشتغلوا في حاجات زي، بس هم ما عندهمش مطبخ زي زواد. فبالتالي زواد اللي بتدعمهم في حته الاطعام وبتدعم الحالات بتاعتهم.
في ايه تاني؟ ودي بقى الاجمل السنه دي، او خلينا نقول ده عروس رمضان 2023، الا وهي مائده فرحه رمضان للطلبه المغتربين. قدرنا السنه دي ان احنا بفضل الله تعالى نطلع 400 وجبه يوميا في مائده فرحه رمضان في الزقازيق هنا للطلبه المغتربين. كل الطلبه اللي بيبقوا جايين من في جامعه الزقازيق او في جامعات في كليات في الزقازيق هنا عندنا بعيدا عن اهلها، احنا بفضل الله تعالى استضفناهم في مائده فرحه رمضان، وكان لنا عظيم مش السبق والشرف بصراحه يعني ان احنا فكرنا في الموضوع ده. شكل الطلبه وهم كل يوم قاعدين بيفطروا في زواد وفرحانين بزواد وفرحانين بالوجبات اللي رايحه لهم، زي ما حضرتك شايفه احنا النهارده عندنا مكرونه. ده بيبقى في رمضان. احنا هقول لك ايه بقى اللي باستمرار بعيدا عن رمضان، انا بتكلم على برنامج رمضان السنه دي في رمضانك عندنا 2023 في مؤسسه زواد للتنميه. احنا النهارده عاملين مكرونه ولحمه مفرومه ومكرونه وفراخ في الفرن. اللهم لك الحمد والشكر. غير رمضان احنا بنشتغل يوميا 500 وجبه، يوميا 500 وجبه طوال السنه للغير قادر صحيا وماديا. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان المطبخ ده ما بيتقفلش خالص طوال السنه. على مدار السنه مطبخ زواد الخيري شغال. وجبات للغير قادره، الغير قادرين صحيا وماديا. يعني النهارده انا مثلا النهارده عندي كام حاله في زواد؟ اكتر من 1000 حاله. مين هم اللي يستحقوا الوجبات؟ كل من هو ما بيقدرش يطبخ، كل من هو ما بيقدرش يقف يعمل اكل، فده اللي بيستحق وجبات من زواد. طيب لو في عندك حاله فقيره بس بتقدر تطبخ، بيروح لها الطرد او بيروح لها الكرتونه زي ما بنقول اللي فيها الزيت والسكر واللحوم والفراخ والكلام ده كله، وده اللي بيبقى بيشتغل معاهم طول السنه باذن الله. طيب قول لي بقى يا استاذ احمد، يعني انا شايفه دلوقتي ان هنا في كمان باللبس الفراخ. طبعا ده دي حاجه اللهم لك الحمد والشكر يا رب. قول لي كده، يعني المطبخ ده برضو ايه الخدمات كمان اللي بيقدمها؟ مطبخ او مؤسسه على مدار السنه. طيب احنا بنشتغل طوال ايام السنه في المؤسسه على حاجات كثيره جدا. عندنا مشاريع وتوصيل مياه، عندنا مشاريع اسقف، عندنا كفالات تعليميه، عندنا كفالات للايتام، عندنا كفالات للاسر اللي فيها ارامل، عندنا كفالات للاسر الغير قادره صحيا وماديا، بندعمها بالعلاج وبندعمها بالوجبات، وبنعمل مشاريع في زواد. بصي كل الحاجات اللي بتعملها المؤسسات الخيرية، طبعا تعالي اتفضلي، كل المشاريع اللي بتعملها المؤسسات زواد بتعملها. بس ايه اللي يميز زواد عن باقي الجمعيات والمؤسسات؟ هي المطبخ. زي ما انت حضرتك شايفه المطبخ عندنا مطبخ مجهز، مش مجرد، لا عادي مش مشكله، مطبخ مجهز مش مجرد مطبخ، يعني مش مجرد مطبخ بيعمل مثلا اكل وخلاص، لا احنا بنشتغل اللهم لك الحمد والشكر بتجهيزات. يعني البطاطس اللي حضرتك شايفاها ديت، ده الشغل اللي هيتعمل بكره بفضل الله تعالى. يعني بتجهزه بكره؟ بنجهز طبعا، في شيف تجهيزات بيجي يستلم الشغل اللي هيتعمل. ديت الفراخ اللي لسه في الفرن اللي طالعه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ما شاء الله. التجهيزات بتشتغل، الفراخ بالزيتون وبالفلفل الالوان، دي فراخ مكسيكان، اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر بألف هنا وشفا على قلوب الناس. ده فرن تسويه بالبخار، بنسوي فيه اللحمه. ده بيسوي اللحمه في البخار في اقل من 40 دقيقه. علشان خاطر الناس اللي بتبقى عشان ينجز، وعلشان خاطر احنا عندنا حالات، الحالات ديت ما بتقدرش يعني مسن اصلا، فلازم اوصل للحاجه تبقى ممتازه جدا. ده اللي بيتم في المطبخ بفضل الله تعالى. احنا شغالين طوال السنه بفضل الله. المطبخ بيقبل اي دعم، سواء دعم مادي، سواء دعم مادي او دعم سكر او دقيق او رز او مكرونه او لحوم او اي شيء بفضل الله تعالى.
كل الناس بقى اللي في الشرقية أنا حابب أبعت لهم رسالة، انزلوا زورونا في مطبخ زواد الخيري، تعالوا شوفوا المطبخ بيعمل ايه، تعالوا شوفوا الحالات اللي زواد بتودي لها الاكل، تعالوا شوفوا الخيمه بتاعت رمضان بتاعت فرحه الطلبه المغتربين، تعالوا شوفوا الحالات اللي زواد بتودي لها الاكل، تعالوا شوفوا بعينيكم يا جماعه. كل الناس اللي واقفين، كل الناس اللي حضرتك شايفاها قدامك دي، دول متطوعين. معاكم كم متطوع؟ ما انا لسه بقول لك، هو في الايام العاديه، هم بيقسموا نفسهم، لان احنا بنشتغل تعبيه من الساعه 12 لحد الساعه 5، فصعب تلاقي حد شغال معاك من 12 ل 5، فبتلاقي فوق من 35 و40 متطوع تقريبا، 35 40 متطوع، يعني ما شاء الله، ده غير اصطف العاملين بالمؤسسه، يعني برغم ان العدد مش كبير بس الا ان يعني انا شايفه اللي بيقف بينجز ما شاء الله. بينجزوا مثلا عندكم في عمل الاكل كمان كمان ديت ديت دي العربيه، تعالي دي العربيه اللي بتحمل الوجبات عشان تروح للمنفذ. احنا بعد اذنك يا امنيه، المنفذ بتاع زواد، منفذ زواد هو مكان خاص بتوزيع الوجبات، منفذ زواد هو مكان خاص موجود عند استاد الجامعة، واحنا عاملينه عند استاد الجامعة علشان خاطر يبقى في حتة ما فيهاش ناس كتير، الناس مش تتأذى هم واقفين، يبقى في مكان بعيدا عن المكان اللي بيبقى فيه المتبرعين، يبقى في مكان بعيدا عن المكان الشوارع عشان ما حدش يشوف حالة وهي بتستلم حاجة او الكلام ده كله. في ناس عارفة ان في مطبخ زواد منفذ في المكان الفلاني، مش في ناس عارفة ترددوا مثلا عليه على طول؟ لا، مفيش تردد، مفيش حالة بتقدر تروح تستلم الا لما تكون الحالة دي معتمدة من داخل المؤسسة. يعني وبيتم بس طبعا او المسجله عندي، المسجله اللي تم استكشافها المستحقه، هم اللي بيروحوا، هم عارفين عنوان المنفذ وهم اللي بيروحوا يستلموا من هناك. ده الموضوع باختصار شديد جدا. يعني ما شاء الله ربنا يبارك يا استاذ احمد، بجد ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. احنا عارفين طبعا ان المطبخ كان فاهم من البدايه على يد شقيقتك الله يرحمها سوزان رحمه الله، مسلماني تمام، فهي اللي كانت تقريبا بدات ان هي تاسس المطبخ، هي بمشاركه يعني من الاعمال الخير كانت بسيطه جدا في الاول، وكل سنه سوزان ابتدت في 2015 من بيتها، ب 50 وجبه. فكرت في الموضوع، بس فكرت في الموضوع بكل حيثياته، فكرت في الموضوع بفكرة تطوير ونجاح، ما فكرتش ان هي بتعمل حاجة خيرية وخلاص، فاللي هو وقت ما يبقى يجي فلوس نبقى نعمل، ما فيش خلاص، احنا مش هنقطع نفسنا. كمان لقيت الخير بيكبر معايا، فده اللهم لك الحمد والشكر. طبعا كمان في يد بتساعدها بتدعمها، اكيد اكيد اكيد، هي ايادي مش يد واحدة والله. يعني بتلاقي ايه تانية تساعدها مثلا، اكيد بتقف تساعد معاها، دي جولها كانوا فهي بصراحه، رحمه الله عليها كان ليها حلم كبير وعظيم. معرفش يمكن صورت البانر بتاعها، انا مصور لها البوست، تعالي شوفيه، انا مصور لها بوست كانت هي منزلاه بصراحه رحمه الله عليها. ان هي يمكن الله يرحمها ما شافتش المطبخ لما وصل للمرحله ديت، هي اللي مؤسسه، تعالي اتفضلي، هي اللي مؤسسة المؤسسة، هي اللي عملت حجر الأساس للمؤسسة، بس ما كانش الموضوع اشتغلت بنفس الضخامة، ما كانش زواد اشتغلت بنفس الضخامة دي. النهاردة عدد الحالات في زواد وصل لأكثر من 1500 حالة، حالات مستحقة تستحق سواء إطعام أو علاج أو المطبخ كان بيشتغل يوم واحد في الأسبوع، النهاردة المطبخ بفضل الله بيشتغل طوال أيام الأسبوع، ما بيتقفلش، عدد العاملين طوال السنة. أما أنا شفت كمان من ضمن الخدمات اللي بيقدمها المطبخ بره، إن هو بيساعد الأيتام، بيساعد في تجهيز العرائس. أيوه الله ينور عليك، كل الحاجات، كل الحالات، غير بقى الناس اللي شغالين جوه المؤسسة والناس اللي شغالين جوه المطبخ. هو الموضوع بجد كل مكان عليه أسلوب إداري، اسلوب اداري كويس وفي تطوير، الموضوع بيكبر وبينجح بفضل الله تعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في امتي الى يوم القيامه. فبجد تعالوا زواد، شوفوا زواد، ادعموا زواد، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال، اللهم امين. شكرا ليكي وشكرا لزيارتك، وربنا يتقبل منا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. انا عرفت برضو ان عندكم المطبخ يعني كل سنه بيزيد عدد الوجبات،
النهارده وصلت معاكم عدد الوجبات حوالي 2500 وجبه. 2500 وجبه في المطبخ. السنه اللي فاتت كانوا كنا عاملين 1500 في رمضان. السنه دي 2500 وجبه. ايه اللي هم 4000 ايه اللي هم 2500؟ لا هم 2500 وجبه يوميا دول في رمضان. السنه اللي فاتت كانوا 1500 مش كان. فكل سنه احنا بنزود او مش احنا اللي بنزود، هو الاقبال او الحالات بتزيد بس يعني. فالموضوع كل ما بنحس ان احنا في مقدرتنا ان احنا نشتغل وبنطلع وجبات اكتر ما بنقدرش ان احنا نتاخر طبعا على الناس. ربنا يبارك في حضرتك، شكرا ليك يا فندم. تسلمي، اتفضلي يا فندم. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا مشاهدينا ومتابعينا من قناه آل مصر في كل مكان، احنا قدمنا لحضراتكم يعني ملحمه او خليه نحل من داخل مطبخ زواد المتطوعين اللي شغالين على قدم وساق في من الساعات الاولى من بدايه اليوم. ده مش من بدايه اليوم، ده من بدايه كمان شهر رمضان شغالين في اطعام الفقراء الطلبه المغتربين، كمان السائقين على الطرق، وكمان القرى. يعني في عندهم 30 قريه بيتم دعمهم بالوجبات يوميا منذ بداية شهر رمضان. مطبخ زواد مطبخ الخير اللي بيقدم وجبات يعني بآلاف الوجبات يوميا لدعم الفقراء والمحتاجين يوميا. ان شاء الله دايما هنوصل يعني هنعرض لحضراتكم قصص جميله جدا من داخل محافظه الشرقيه اللي بتساعد اللي